حياكم الله، أنا جمال معيقل، أرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من بيان وزارة الإعلام، أكدت وزارة الإعلام أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تعرض معتقلين في المملكة العربية السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة. جاء ذلك ردا على تقارير زعمت أن معتقلين في المملكة تعرضوا للتعذيب، ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات، مؤكدة أن المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن إفادات مجهولة أو مصادر مطلعة هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة. خلونا أعلق بس على جزئية البيان الأخير لوزارة الإعلام وما صدر من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. بالبداية، التقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، اللي يقرأ التقرير ويقرأ تفاصيل ما ورد حول عمليات تعذيب وخلافه يؤمن تماما أن اللي كتب هذا النص هو كاتب سيناريو فاشل، أو كان عنده محاولات معينة لرسم سيناريوهات يستطيع من خلالها خلق ضجة، لكن يبدو أنها ما صابت هالمرة معه. في الجزء الآخر لابد أن نشكر الزملاء في وزارة الإعلام على البيان الصحفي. حقيقة البيان الصحفي لوزارة الإعلام هذه المرة حاكى الحدث بحجم البيان الصادر من هيومن رايتس ووتش. ما في كثير تفاصيل، القصة أصلا مختلقة ولا عندنا شيء كثير الرد فيه يا جماعة، هي كذبة وانتهت وإحنا ننفيها. هذا ما كان قائم في فترة معينة عندنا، يمكن من بعض الجهات الحكومية لما تطلع تقارير من منظمات دولية بهالحجم، لكن حجم التقرير والأكاذيب اللي موجودة فيه فرضت على الزملاء يمكن في وزارة الإعلام أنهم يطلعون ببيان مكتظب قوي وبسيط نافي. وهذه ممارسة نحيي عليها زملاء في وزارة الإعلام، متأكدين أنهم في الأيام المقبلة سيكون لهم جهود أكبر للرد. بالنسبة لنا إحنا ما راح تعنينا ولا راح تمثلنا أي شيء هالنوع من التقارير. خبرنا